سيار جزء من جدار مبنى وتضرر 5 سيارات. تشوفوا في الفيديو، ربي يرحمه وينعمه، ربي يصبر عائلته وربي يصبرنا على الحوادث هذه يا مطران. نعطيكم شوية أرقام. 181,000. 181,000. شنو الرقم هذا؟ 181,000 بناية قايلة للسقوط في تونس. نذكروا في 16 ديسمبر عمناو 3 وفيات وجرحى في انهيار جزء من سور المدينة العتيقة في القيروان. العاصمة في مايو 2024 انهيار بناية باب الخضرة يحيل أم وابنتها الإنعاش. 5 سبتمبر 2024 وفاة طفل وإصابة 3 آخرين أثر انهيار سور في زغوان. كل حاجة وليت برشا يا بلال، كل مصيبة ولينا ناخذ منها أوفر دوز. المشكلة أنه الحيط اللي طاح هذا في صفاقس جاي بحذا مركب الثقافي. نعم. محمد جاموسي. نعرفها البلاصة بالكدا بالكدا. البلاصة ذيك ما تفرغش من العباد، ما تفرغش من العباد بطريقة زايدة كبيرة برشا. بعد ما توفى مشاو نظفوا قادوا الدنيا كلها. بعيدة على الولاية، بعيدة على مقر الولاية نهج. تقريبا نهج مقابل تمشي معناها من الشارع الوسطى ذيك تمشي حكاية من با كيلومتر يقابلك الحيط هذاك. نتفكر وين ملي كنت اقرا في صفاقس كيما هو هكاك تتعدى منه العباد، تراكي وراه الكراهب، تراكي تحته الكراهب، حصير بحذاه قهاوي وبحذاه الدنيا. يعني ما تعدى حتى مسؤول من غادي ما قال لهم حد راهو قايل للسقوط، وهم يعرفوا اللي هو قايل للسقوط. وقتاش مشاو ليه وشو برك الله راهم في الحين مصلي على النبي، راهو تك تك يجيب لك التراكسات ويلموا الدنيا وتنظافوا. وبعد ما الراجل فهمني ولاك لراسه كيما بالضبط بالضبط. انا وفل صار في قضيه رحمه البنيه اللي قتلوه. ما تفكرش رحمه اللي قتلوه في الاوتورود. يا سبحان الله يا مطران. ايوا وهبطوا وقتها نايب لا علينا فيه من برلمان السابق حاط يدي في جواب ولبس كوستيوم هكا زعما وجايب تراكس ويت وجايب الدنيا ونظفوها البلاصه غاديك بعد الحومه نظفوها ولا تهكل فم. يعني نحن في تونس ما نصلحوا كياس كما يموت بشر، ما نركبوا انبوبه كما يموت بشر، في القروية ما نسكروا بلوعه كما يموت بشر، لقاش مت طفله في بلوعات، وما نصلحوا حيط كما يموت بشر. لازم هذيك في تونس، في تونس يموت بشر باش نحن نصلحوا. كل مره يموت عبد او الدوله بشان كل مره تتحرك المسؤولين يفيقوا. ولكن انا الاحداث اللي وريتها لك وراء بعضها مش لازم مع تريد كي طاحت في زغوان ولا في القروان ما نتربيوش الولايات الاخرى، لازم تصير مصيبه امام منزلي. صحيح خلي يموت شكون باش هم يمشيوا لصفاقس. استنى تو انت بار اكزومبل ما فما حيط في القروان اي للسقوط، تو يموت شكون يطيح عليه الحيط، تو يمشيوا يجريوا البلديه والولايه وصل. ما نتمنوش هذا، ما نعيش هكاك في تونس. نوفل اللي انت قلت ربي صبرنا، بالفعل ربي صبرنا على التلكؤ والتردد والتأخر في ترميم هالجدران هذيل. ها متعمد هكا بشوي طبعا وقت لهم عمل تفهم اللي حكيناها سكروا باب الخوخه خاطروا اي وقت عملوا عمليه احصاء العدد البنايات الايله للسقوط، علاش ما سارعوش بترميمها؟ علاش ما سارعوش بهدمها؟ تعرف انت المدينه العربي بكلها مهده يا سينوفل، ولا في القيروان ما صارش ما طاحش حيطه تو مده. فين ماشيين؟ فين ماشيين؟ وقت نقولوا فين ماشيين؟ لأنه احنا عندنا لجان صيانة المدينة، لجان حماية كذا، الكلهم فاش قاعدين يعملوا؟ ياخذوا في شهريات وقاعدين يتفرجوا، وكل مرة باش يسقط جدار، وباش تسقط عمارة في المرات القادمة، هي وقتاش بيصلحوهم؟ يا نوفل بكامل صراحة، بكامل صراحة، أغلب البلديات ماهيش قايمة بواجبها. أغلب البلديات ماهيش قايمة بواجبها، برشا عنطريات، برشا يظهروا في الصورة كما قال بلال، لكن العمل صفر. فاش قاعدين تعملوا؟ فاش قاعدين تعملوا؟ كما قلت انت الزيقوات ما نظفوهمش، خاطر فما تنظيف كان يصير على الاقل. هالامطار ما تفيضش، علاش نضحكوا بالحق ما زادوش ما صبش راي برشا مطر، مع فما زوز 3 مدن 100 مللتر من كلهم في 20 30 مش نتاع نفيضوا. فما بلديات في تونس بالحق تلموت، شوف الوسخ وتشوف لهم فما حد شيء قاعد يتبدل، تخش شنو محلها من الاعراب كبلديه؟ هي فيش انت كبلديه ورئيس بلديه واعوان فيش قاعد شنو ايش شنو بعد هاي هاك بنيت لهم مقر وجات الناس قعدت ويلبس لك كوستيم وسيد رئيس بلديه ولولا المجتمع المدني والجمعيات اللي في تونس اللي انا نعرفها ناس تجري اللي خدموا برشا حيوط في البلاد في المدينه العربي والا فحوم في الولايات معناها كي بنزرت ولا جيبس ولا مستير معناها بدلوا الحيوط وعملوا جرافيتي ودنيا. فما وليد صنع قنطره وصنع فما وليد صنع كل مشبك هكا بالحديد يتحطوا في البلوعات. ولولا المجتمع المدني راهي صارت كوارث اكبر من هكا، راهي صارت كوارث اكثر من هكا. والله كان ينحيوا الامتيازات
نتاع رؤساء البلديات والمسؤولين في البلديات وكل أبهة الفارغة طيب يرموا الجدران الكل في تونس. ما زلنا في عقلية كما قال بليل كرسي وكوستيوم وبيسي ورئيس بلدية وليلي إمام القنطرة نتاع كارتاج على يد كليمين منصف باي كلها قايله للسقوط وهي في الباحه الخلفيه في حديقه قصر الحكومه في القصر. أيوه. تشوف المنظر في المنصف باي. انا علاش كبلديه ما نعملوش خطيه اللي عنده في شارع كارتاج عقارب الكبر هذاك ما عندوش باش يرمموا باش يعمل له سور محترم. صدقني عاصمه تحشم تتعدى على قنطره تشوف على يدك اليمين الكل باحه معناها اللي تكون جنه نورمالمون العاصمه. تشوف المنصف باي دي ديبو وكراجات قايله للسقوط ووكر نتاع جرذان ووكر نتاع صخر معناها حاجه وحرايق حريقه غادي. باش نعطيك رقم في العاصمه برك 1000 بنايه تطلب التدخل الفوري وفما كالينها بالمدري وفما قانون وفما خطايا لا ينفذ وقتاش ينفذ كيموت شكون للأسف. علاش ياخي هذوما الناس اللي يموتوا بلاش مالي ياخي طفل ولا راجل مش واحد يقول له بابا واحد يقول له امي واحده تقول له عمي عنده عائله طفل ياخي علاش نستهتروا بارواح الناس مش شكون باش ياخذ حقه تو اللي توفى عائلته مش شكون باش ياخذ حقه من شكون من البلدية من الولاية من العباد من وزارة التجهيز من شكون الصيانة يلزم اللي يتحاسبوا الكل الحضارة الرومانية المسؤولين الكل راجل كبير مروح من الصلاة ايه ربي على كبير باش يمشي لداره يطيح على حيط يموت لحظة ولات تتعدى ايه. انا تعرف مشكلتي شنو وليد ولات تتعدى حكاية عادية الصيانة تاع على حيط ومروح افهم حضرت على مشهد اقسم بالله في لفايات يا بلال واحد طاح عليه يكون الشطر نتاع البراك الخايخ اما ستر ربي طاح عليه في الشتي معناها كتفه تخلع مشى وتوا امشي نفس البلاصه مازالت كما هي مازالت كما هي معناها انت يقول قايل لما تران هم عندهم العدد قولوا سيدي وانا متاكد مش هو ذاك العدد صحيح اما نقولوا قلديش 181000 بنايه قايله للسقوط هيك انت عندك العدد وعندك بلايصهم وعاد ايش هي شنو احصيتوهم ورقدتوا احصيتوهم وبديتوهم هاي هاي احصينا ماي برنجيلو شويه ما بنصلح ولا شي حل باش يتعلوا لك بصعوبه هدمك البنايات بدعوى الطريق وباش نعطلوا حركه حتى فين تطيح على ناس هاو عرس يعطل تطيح على ناس هاو عرس يسكر كاين يعطيوها رخص. شوف البلاد العربي كيفني ولا احنا ما طلبنا شيء طلبنا فقط انه الممتلكات اللي عند تاع الدوله ذي الممتلكات العموميه يا رب ما بيطيح تمشي تعمل دوره عندك عندك ويلي في كل ولايه عندك رئيس بلديه في كل بلديه يمشي ويعملوا دوره يشوفوا الممتلكات الخايخه ذي يعاودوها يا اخي ما حشتش بهم راه يفتقوا امه يعاودوا يصلحوهم في دول متقدمه كما مثلا فما الشكل فما بلديات خاصه بالشكل هي تهتم صديقي عندك دار عندك وقت من هنا كذا تصلحها ولا نفكوا هيك نصلحوا ونفكتروا لك وتدفع بالسيف هكا لا معناتها البلديه ديما احنا كي نبداو تتذكر وقت تلهينا ويعملوا مناقل في مداخل المدن وكذا كنا نضحكوا عليهم انت امشي لاي مدخل مدينه بعد على ثلاثه مدن كبرى تلقى فارماسي معها حماس معها ززار معها استاد معها وسخ معها خمج معها مصب ولا فكره ولا رؤيه ولا نهج ولا جمال كنا نضحكوا ونطلب السماح من بلديات التسعينات كنت نضحك عليهم ظهروا مساكن بالحق ظهروا مناضلين قدام توا ما اعطيني شكون في ولايه عنده نهج مزيان وما فيه حتى فاي مستحيل صحيح. الجمال في تونس لا يوجد وراو اغزر سيدي بوسعيد تلقى مثلا واحد بني فيلا بالاصفر وراه فيلا بالاخضر واحد تنسخ. حجر بالاحمر واحد كسر تلقى نشيز نشاز رهيب ولا واحد يتلهب البنية غاديكا يبدا مثلا لك البنية متاع سيد بوسعيد نعرفوه نحن لك البرسيان او كل واحد اللي بجنبه مطيح لك البرسيان وعامل لك البلار جديد اي اي ضيع تم مفارقة تدل برشا على مشكلة هي معضلة في الدولة هذه اللي هي مشكلة الحوكمة الحوكمة الرشيدة الامكانيات متاع دولة ظهر لي قدام مواطن هي اقوى كي تجي بلدية تكري مستودع متاع حجز بلدي من عند خواص تلقى المستودع هذاك معناها على سنقة عشرة وتجي المستودع بلدي على ملك البلدية والملك العمومي تلقاه خارب وبالزينجو ورجعونا للأحياء القصديرية وحالة حليلة بينما الخواص عامل استثمار ويكري فيه للبلدية بنفس الإمكانيات وأكثر وتلقاها نظيف ومريقل علاش المفارقة هذه مش بتحوكمة عندي مثال آخر يضحك
الشنقال لي بريفي والشنقال البلدي. أيه. الشنقال لي بريفي انت تدور هكا ويهزوا لك احلى سيرفيس. الشنقال البلدي بعد خمسة ما عادش يخدموا وفي الليل كذا في المرسى الشنقال البريفي نص الليل يهز في الكراب خاطرو بريفي ويحب يصور فلوس. يلا ما ترى نختم لي الموضوع في الليتار هذا وانت خير من نختم به ودي ليك الشنقال ما ترى ترى نحكيو مرة أخرى على الشنقال. الشنقال اللي قداش مرة. اسمع يا نوفل فما حاجة خطيرة جدا وهامة جدا في الإطار هذا. ريتك العمارات اللي يسكنوا فيها المواطنين نحن نقول ما للمواطن وما عليه. تو ما عليه. العمارات اللي في تونس الغالبية نتاعها من غير سنديك. هذيك بعد 50 سنة باش تولي آيلة للسقوط. لأنه ما فهمش ترميم حتى حد ملاهي بها. مفروض أنه البلديات تفرض السنديك في تونس. في فرنسا ريتا ممنوع منعا باتا ما تدفعش السنديك والعمارة ما تكونش مسيجة وما فيهاش حارس وما فيهاش منظفة. احنا في تونس قاعدين نعبثوا بصراحة قاعدين نعبثوا وهيك علاش باش تصير هالكوارث هذه وتتكرر وربي يقدر الخير. فما بنايات إلى للسقوط المطران العباد تحبش تخرج منها. أي. إيه كي تجي تشوف لهنا شوف في حمام تجي تقدر تعرف علاش خاطر الدوله ما توفرلكش حل قبل. إيه؟ فما قبل صارت حادثه شهيره جدا في إيه؟ حلق الوادي الكرم قبل إيه؟ ما يخرجوا العباد من البراتل وقتها يسموا إيه؟ بالبراتل تبنوا عمارات وقتها في الكرم ووقتها تخرج هك هو كي باش يخرج من غادي اعطاك دار اعطاك دار حضره باش انت لهنا زادك الدوله كي باش تجي تحب تخرج ناس من بلاص مثلا اي للسقوط إيه؟ ما تجيش تقول له نحطوك شويه في الاوتيل هالجمعه تو نشوف لك حل. إيه؟ حضر الساعه حضر عماراتك حضر دنيتك حضر له دار باش على الاقل كي باش تخرجوا من غادي يلقى فما بورتمون جديد نظيف كذا يقعد يعيش فيه ما يتقاش في مشاكل بينك وبينه. احنا ما فهمين ما فهم حتى الاستراتيجيه ما فهم شيء فهم شيء انا فاكك انا ماشيين وبره انا مع بعضنا تو يليني سهر ربي واضح واضح واضح. بلي خلنا نحكيوا شويه قبل ما نخرجوا فاصل على مخزون المواد الاستهلاكيه الاساسيه. حسب ديوان التجاره يومين اعطى ارقام 1000 طن سكر اللي احنا عندنا 500 طن الاستهلاك اليومي 70 طن روز 70 طن قهوه 6 طن ميت شاي الاحمر وهو ربع الاستهلاك ولكنهم مقطوعين. معناتها الديوان اعطاه قال يا اولادي هاش نخرج مقطوعين. اش معناتها ايه اعطاه الارقام قال تخيل الاستهلاك اليومي العالي 500 طن هما يخرجوا في 1000 طن والسكر مقطوع. هذه المره فاتت قلنا هنا قلنا وزاره التجاره المسؤولين في وزاره التجاره كيف فما واحد يعرف الشيء هذا ومش راهم هما اخي انت كي تخرجهم ل 1000 طن شكون تعطيه فيه ما كنت خيتي انت ترميهم في الشارع الموزعين الموزعين يا اخي ما تعرفش انت تو تعرفش الموزع هذاك ما عندك تراسابيليتي تعمل في سويفي ولا ماكش تعمل في سويفي يا بليل فما مشكله في السيركوي السيركوي وين يقف يقف عند الموزعين الموزعين هما اللي ياخذوا توا قديش من 1000 ألف ما فماش رقابه في البلاد هذه اللي نحكيو عليها ما فماش رقابه دوك تقف عند الموزعين الموزعين اصبغ وين يحطوا البقيه نتاع الكونتيتي. انتم تاكلوا من سكرنا ورزنا ولا يجيكم من جون بيير بابا من البر انا باهت سيدي لوفا 2024 مازلتوا تتعاركوا على السكر ما لقيتوش القهوه ما عندكمش العظم عنا الكلب زاد حاجه بصراحه وانت باكي تحكي على سيدي بوسعيد تفكر تصور شباك برمقلي ازرق مزين وبجنبه واحد باكل البلار ستور ولا شنو حاجه احنا سيدي نوفل مرضت ميلا سيدي عبد الستار جيب لنا القصب السكر سيدي نوفل نتاعنا جبت لنا من اسبانيا والله ميلا ميلا شنو والبن العظم من جيبوت بيضوس انت شكون يبيضوس عبد الستار ايه ديك الرومي ديك الرومي نتاعنا ميلا شنو في الجنينه ميلا العظم يجينا من الخارج سيدي جون بيير بابا من اسبانيا ومن تركيا من برشا بلايص ديك لوش عظم تاعنا الجيش العربي سي البلدي احنا في ديما لاباس سيدي نوفل جيت ناكلوه ماكله بنينه باش نرضم. قول فاصل ونرجعوا لكم في الجزء الثاني على الديوان وعلى التلفزه وبرشا جو نمشيو الفاصل نرجعوا لكم بعد شويه ما تبعدوش على ديوان فيه وعلى تلفزه تي في وعلى اليوتيوب وعلى وعلى الفا وهنا راجعين بعد شويه. وفي نفس الوقت تسمعوا وتتفرجوا في ديما لاباس من 7 ل 9 متاع الليل سور ديوان اف ام اي تلفزه تي في. عسلامة. عندك اشتراك الفا على تلفزه ولا بوكس ولا تليفون اندرويد وتحب تراجع دروس صغيرك بعد ما تحل تطبيق اس اي اس تختار الفا التعليمية في واجهة التفعيل تا
تنزل على ريستور يخرج لك ميساج لو كود اي تي ريستوري افيك سوكسي. جميع دروس المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي متاحة، نفس الدروس اللي يقراها صغيرك في المدرسة باش تلقاها في تلفزتك. ألفة التعليمية، مدرسة في كل دار. هذه هدية للحافقة المكدية، المرأة بالف مرأة كي نحكيو على التونسية، هي كبابلية وإحنا كي نخمو فيها مش مزية، عايشة تاك تاك من حاجة لحاجة شارع ودار، وباش تربح وقتها حضرنا لها أقوى أفار. يا مهني يا الحباب والمالي، نعرف وقتك غالي، هذاك علاش حارسين تواجه تحدياتك باش تكون متهنية وراسك عالي. طماطم بولي مقصوصة حاضرة باش تعمل 66 كيف.